فقراتنا لليوم، وهسه بلش يومنا وهسه بلش صباحنا، واكيد وصلنا لفقره كلش مهمه، كل الناس تنتظرها وكل الناس تحبها، حتى نوصل بها اصواتنا واصوات المشاهدين للجهات المعنيه وللجهات اللي يخصها الموضوع. اليوم فقرتنا فقره ليش. الصراحه يعني انا كلش متحمسه انه اسمع اراء الناس بها، لانه هذا الموضوع محير. تعرفون من صارت جائحة فيروس كورونا العالم كله تأثر، سواء كان اقتصادياً أو على المستوى الاجتماعي النفسي وغيرها من التفاصيل. كل الناس تأثرت بهذا الفيروس، الناس أو الدول الباقية لجأوا، خاصة الطلاب، فئة الطلاب تحديداً لجأوا طلاب التعليم العالي، لجأوا بعض الدول نظام التعليم الإلكتروني. بالتالي الوزارات والجهات المعنية والجهات المختصة وفرت لهم كل الأشياء اللي تخليهم يجتازون هذه المرحلة ويؤدون الامتحانات عن طريق النظام الإلكتروني. وفرت لهم انترنت، الناس اللي ما يوصل لهم انترنت والناس اللي بعيدة والناس اللي ما تعرف تفاصيل الامتحانات وصلت لها ووصلوا لها كل التفاصيل. أما بالعراق نظام التعليم الإلكتروني مستحدث، ما صار له فترة هواية من انطلق بالعراق. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، لا تنسون إحنا شبكة الاتصالات اللي عندنا ضعيفة جدا، يعني اللي عنده إنترنت قوي راح تكون شبكة الاتصال مالته ضعيفة، والعكس صحيح. أما بالنسبة للمجتمع فإحنا مجتمع شرقي 100%، يعني من الصعب إنه أنت تجي تقنع شخص محافظ لدرجة مبالغ بيها أنه هو يخلي بنته تخضع لنظام التعليم الإلكتروني. بالتالي ممكن صورة بنته راح تنزل على الجوجل وبيها معلومات، فهاي التفاصيل كلها صعبة اليوم على الرجل العراقي أنه يخلي مثلا بنته أو أخته تدخل بهذه التفاصيل وتدخل نظام التعليم الإلكتروني. فللأسف وزارة التعليم العالي لحد الآن ما شافت حل بديل لهذا الموضوع. تعرفون عندنا أقضية ونواحي إحنا، وناس بعيدين عن المدينة ما توصل لهم شبكة الإنترنت ولا حتى شبكة التليفون، وأكو ناس أساساً ما عندها تليفونات. زين، بهيك حالة ممكن الطالب تروح عليه سنة كاملة من عمره، وإذا راحت السنة معناها وضعه كله تخربط. فلحد الآن ماكو حل. مو المشكلة، دائما احنا نقول انه ما اكو خطط حقيقية او تخطيط حقيقي لكل الوضع الموجود ضمن عاداتنا وتقاليدنا وضمن بيئتنا وضمن عيشتنا ومحافظاتنا واقضيتنا ونواحينا والطبائع العشائرية والمجتمع الشرقي العراقي اللي موجود. هذا كله لازم ناخذه بالحسبان قبل ما نصدر اي قرار من قبل وزارة التعليم العالي. موضوع ليش لهذا اليوم، انه ليش وزارة التعليم العالي ما تأمن نظام امتحان خاص بمن لا يناسبهم النظام الإلكتروني، لأن مثل ما ذكرت هالة وأنتم جدا تعرفون أيضا أنه ما أكو مناطق، مو كل المناطق بالعراق مؤمنة شبكات اتصالات أو شبكات انترنت. أكو ناس لحد الآن ما تعرف شلون تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي أو كيفية فتح مواقع الويب سايت أو حتى تنزيل تطبيقات الخاصة بالامتحانات أو المحاضرات. هذا الشيء راح يضيع مستقبل كثير من الشباب والشابات. احنا مجتمعنا عشائري اغلبه، مجتمعنا تطغى عليه الطابع الشرقي. اكو اغلب الناس واغلب المحافظات من المستحيل انه يقبل انه يرسل صوره بنته على الانترنت حسب العادات والتقاليد المتعارف عليها. احنا لازم نراعي ونكون مع كل طبقات المجتمع. هذا الشيء راح يخلي انه البنيه ممكن انه تترك دراستها، وقد انه نخسر اطباء مستقبليين، مهندسين اكفاء مستقبليين، او كثير من العقول لهذا البلد انه يكونون نساء الغد وايضا رجال الغد بسبب موضوع صوره معينه، عدم تخطيط مسبق من قبل وزاره التعليم العالي. لذا احنا نتامل اكو الحلول البديله لهذا الشيء ان شاء الله. طبعا هو العام الدراسي تقريبا خلص، يعني احنا هيك فتره تكون هاي الايام الاخيره والنهائيه مال الامتحانات، بس نامل انه ما تروح هاي السنه على الطلاب. طبعا ارقامنا مشاهدين الكرام راح تظهر وياكم اسفل الشاشه، وظاهره اساسا اسفل الشاشه، تقدرون تبلشون باتصالاتكم. وناخذ اول اتصال، حيدر من البصره. صباح الخير يا حيدر. نصينا صوت التلفزيون يا حيدر. حيدر اسمعنا من الموبايل اذا ممكن. يا اهلا وسهلا، ممكن تقلل صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون؟ صباح الخير محمود. صباح الخيرات يا عيني، صباح النور، يا اهلا وسهلا. حيا الله اهلنا بالبصره.
طبعا انا متابع برنامجكم يوميا والله يسلمكم برامجكم الحلوه ومواضيعكم الحلوه. شكرا لك. الله يسلمك. حيدر صراحه من... نعم انت سمعت موضوع ليش مالتنا اليوم؟ اي على مود الدراسه الالكترونيه. نعم انت مع هذا الموضوع، مع نظام التعليم الالكتروني، ضد، وليش، شنو الاسباب؟ والله بالبدايه انا بس خلي انوع على فكره. نعم. يعني هو اولا النت بالعراق، يعني ليش احنا من دون، اذا تسمحي لي هذا. اي اكيد. احنا بالعراق ما عندنا، يعني احنا بس لازم تكون الشركات هي تجي تستثمر هنا، يعني احنا ما عندنا فلوس واحنا نسوي شركات. ليش احنا يعني ليش وين احنا وين وصلنا؟ ليش احنا متاخرين من دون الدول؟ يعني هو هذا الموبايل اللي اجى ورا 2003 هاي سوريا والاردن اللي بصفنا ودول فقيره كان عندهم موبايلات. صحيح؟ 100%. يعني احنا ليش متاخرين بكل شيء؟ ليش احنا نستورد كل شيء؟ وهذا البلد هو ابو الخير، هذا البلد هو ابو الفلوس. يعني والله العظيم وين وصلونا؟ وين راح نوصل احنا؟ الله اعلم هاي وين راح نوصل. الناس. ليش؟ صوره ما توصل، فيديو ما، ليش؟ صح. الرصيد غالي، ليش؟ يعني احنا ما عندنا فلوس، ما نقدر هي هاي الشركات احنا نسوي شركات. صح، بالتالي المنافسه تخليهم يقدمون عروض. اذا هاله اذا هو صوره ادي الصوره على الواتساب، بس اذا تسلم صوره أو اي واحد. افضل تفتر ساعه يلا توصل. صح. تمام؟ صحيح. زين شلون المحاضرات انا راح توصل لي وانا لازم اتابع الاستاذ ولازم اتابع وياه وهو ينتظر من عندي جواب خلال دقائق؟ صح 100%. معناها انت ضد نظام التعليم الالكتروني بسبب يعني سوء خدمات الانترنت او الاتصالات؟ والله انا لو انترنت ولو الطريقه الصحيحه انا معاها. انت معاها، بس احنا اليوم دا نقول، وخاصه تحديدا الفتيات اليوم، اكو اهالي يرفضون انه بناتهم ممكن طبيعي عندها تروح عليها سنه بس، ولا هي ممكن تنزل صورتها على الجوجل حتى تندرج المعلومات يعني ويا الصوره حتى تقدر تقدم على نظام التعليم الالكتروني. مع العلم هي حالها حال اي معامله ممكن يسويها باي دائره حكوميه. اكيد هاله، بس بالنسبه نعم انا الاحتياج، انا هسه محامي. نعم. تمام. انا الاحتياج محامي ومقدم على الماجستير حاليا، بدي اكمل ماجستير. احنا بالعراق يعني مع احترامي وللاسف والاثريين يستخدمون النت صوره غير صحيحه، يعني النت عندهم فد شيء ثانوي، كل العالم يستخدم النت للعلم للتطور للمعلومات، احنا بعض العالم واكثريه طبعا، فالناس من حقها تخاف على بناته. ما هو ما حفله خاصه بالبيت تلقينا ثاني يوم مصوره ومنشوره. ليش؟ صحيح 100%. صح. تمام. صح كلامك، صحيح. يعني اذا توافقون الراي هاله او محمود. نعم. يعني صوره عائليه مناسبه تتصور ثاني يوم نلقاها على اليوتيوب. صحيح. نعم. يعني اليوم سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بالعراق. فهاي مناشدة من عندي أنا ومن خلال برنامجك، طبعاً أنا أحبكم هواي ومتابعكم. شكراً لك. من حبك الله يعطيك العافية. بس أريد أناشد وزارة الاتصالات. نعم. من خلال برنامجكم، وأكيد الكل هسه جاي يشوف هذا البرنامج. نعم. نعم. ليش إحنا ما نسوي شركات؟ إحنا ليش بالعراق ما إحنا نسوي؟ ليش جايتنا شركة أثير من الخليج؟ جايتنا شركة ما أعرف منين؟ وإحنا الفلوس عندنا. يعني إحنا بكل شيء متأخرين. ليش؟ يعني وين تتوصلوننا؟ ما احنا هسه مثل ما قلتي هذا احنا 2020. صح. يعني القانون عندنا متاخر، الصحه متاخره، البلديات متاخره، ليش؟ ما كافي، يعني كافي التلفات، كافي فوق السعر. والله انا خلوني احكي شويه من خلال البرنامج واوصل هاي الرساله. تفضل. خلوني احكي والكل يسمعني، كافي فوق استحوا، كافي التلفات، يعني وين وصلتونا؟ وين توصلون البلد؟ بس فوق وتلفات وجاي تطلع على القنوات. كل نوبه اخر شيء رجعتوا على الاستقطاب مال المتقاعدين والموظفين وعايفين الحراميه والسراق، ومن ضمنها الشركات اسيا والاثير جاي ياخذون مليارات. ليش ما تسوون شركه انتم هنا؟ فهاي المناشده من خلال برنامجكم اريدها توصل ان شاء الله. وحق الناس تخاف على بناته وعوائله. حق يعني صحيح. تدرس محاضره ثاني يوم تلقى صورتها على اليوتيوب وبالجوك، الا الله لما يخلون وياها فيديو موتين. صحيح.
شاء الله يا ربي يعني انا اضم اكيد صوتي وصوتك، وان شاء الله هذه يعني المناشده مالتك توصل للجهات المعنيه ويلقون حل، عسى ولعل ان هم يلقون حل. اذا ناخذ اتصال ثاني من سحر. وصباح الخير يا سحر. الو صباح الخير. صباح الخيرات، شلونك؟ شلونك استاذ محمود؟ الله يعطيك العافيه. سحر انت طالبه جامعه؟ لا اني مو بالمدرسه. ها مو بالمدرسه، عندك احد طالب؟ والله بس جهال اخوي صغار يعني. ها يعني مو بالجامعه. مو احنا لا. نتمنى ان شاء الله انه واحد يكون ويانا حتى يكون متعايش مع الحاله كطالب. حبيبتي اعتقد انت صديقتي البرنامج اللي تتصلين تصبحين علينا. هلا بيك حبيبتي، الله يسلمك ويخليك، صباحك ورد. الله يسلمك حبيبتي، شلونك شخبارك؟ الحمد لله تسلمين، عساكم بخير يا رب وان شاء الله صحه وسلامه. الله يسلمك حبيبتي، الله يخليك، شخبارك؟ خير تسلمين. سحر مصطفى شلونك؟ الحمد لله، تحياتنا لك اكيد مصطفى القيسي. سحر اليوم انت يعني اكيد متابعه البرنامج وسمعتي فقره الليش نعم. مالتنا. اي نعم ما تعبت، لقيت احنا الحكومه العراقيه حد لو يعني نحكي ما يجي اليوم الحكي فوق وين كاروان افضل من الحكومه حتى لو ما يجي بيهم الحكي. بس ان شاء الله ان شاء الله نامل يعني ونطمح انه الموضوع يتغير. طبعا شكرا لك وشكرا لاتصالك حبيبتي تسلمين. طبعا زميلة البرنامج يعني صديقة البرنامج دائما خاصه يعني. طبعا ناخذ اتصال من احمد، حياك الله يا احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام احمد، شلونك؟ الله يخليك، حياك الله، يعطيك العافيه. قادم كل المتابعين والمشاهدين. شكرا لك احمد. ليش صوتك بعيد؟ علي لي شوي. نعم ان شاء الله. اي نعم بخصوص الموضوع. اي نعم يعني بخصوص انا اتكلم عن وزاره الكهرباء يعني. وزاره الكهرباء، احنا اليوم موضوعنا عن موضوع التعليم الالكتروني يا احمد، موضوع مصيري لك اذا كنت طالب او اخوانك الطلاب من العراقيين او اكيد اخواتنا من الطالبات. فالموضوع ما بي انه اليوم التعليم الالكتروني قد انه يعمل مع بعض الناس، لكن اكو بعض الناس ما واصلهم انترنت، واكو بعض العوائل ما تقبل تدس صوره بناتهم وان كانت معامله رسميه يعني. الالكتروني. اي اي نعم يعني جاهز مثلا اكو تجاوز على الكهرباء والكهرباء ما قامت بواجبها يعني لذلك التجاوزات. ان شاء الله ان شاء الله يسمعوك الجهات المعنيه وشكرا لك وشكرا. واكيد احنا راح تكون عندنا يعني حلقات خاصه وفقره ليش خاصه ايضا بالكهرباء وان شاء الله صوتك يوصل ان شاء الله. ويانا اتصال شاكر، صباح الخير يا صديق شاكر. صديق البرنامج شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. صباح الخير عليكم على كادر قناة الرشيد وعلى شعبنا العراقي الكريم. صباح الورد والعافية يا رب، الصحة والسلامة شاكر. اليوم عزيز. موضوعنا عن وزارة التعليم العالي ليش لحد الآن ما خلت خيار آخر غير التعليم الإلكتروني، مثلا امتحان خاص، نظام امتحان خاص يناسب الفتيات تحديدا، لأنه مثل ما تعرف احنا بمجتمع شرقي مو كلها تتقبل موضوع التعليم الإلكتروني. والله صحيح يا اختي هاي كلامكم رايكم، بس ماكو حل ثاني يعني مثل الاختلاط والهاي يعني ما يصير بالجامعه عارفين انت. ما اكو بعض عذرا يعني اكو بعض الدول اعتمدوا نظام التباعد الاجتماعي يعني سووا هذه الامتحانات يعني تكون مسافات متباعده بيناتهم وعدد الطلاب يكون قليل بكل مكان، بالتالي وطبعا يكونون ماخذين كل الاجراءات الوقائيه حتى يقدرون يكملون هذه الامتحانات. انا اقول لك يلا يسوونها على شكل مراحل، تدري جامعاتنا مكتظه يعني بالطلبه وما تكفي يعني العدد، يعني هلا يسوونها يعني على شكل وجبات يعني. وممكن تكون صح، ممكن تكون على شكل مراحل، لانه بالتالي احنا نرجع ونقول اكو ناس بالاقضيه والنواحي بعيدين عن المدينه ما عندهم حتى تليفونات، فمن الصعوبه انه يوصلهم الانترنت. نعم, نعم صحيح، اكو ناس يعني حتى بناتهم يخشون الموبايلات يعني بالضبط انت عرف العشائري ويعني عرف التقاليد يعني بالضبط. ما يخلون يشيلون ولا اشتراك على الانترنت، اكو ناس حتى ما عندها امكانيه تشترك على الانترنت. صح مضبوط 100% يعني هاي هم من انساها صحيح. الصعب هذا والناس يعني الطالب والطالبه قاعده لا شغله ولا عمله. صحيح، فبالتالي يكون اشتراك الانترنت والتليفون وهاي التفاصيل كلها، ولازم يكون الانترنت قوي 100%، فلازم يشترك بكميات اعلى. صحيح صحيح.
واحنا نشكركم على البرامج الحلوه وجزاكم الله خير. شاكرين شكرا لك وتواصلك ويانا الدائم شاكر من الانبار محمود وأكيد. يعني اكو موضوع انه فعلا اكو بعض الاهالي من الحرص والخوف، لانه احنا مش قد ما نقول احنا هسه 2020 وتطور وثقافه ووعي وتفتح، بس اكو جانب ثاني اللي هو الخوف والحرص الزايد والعوائل اللي تكون واصله مرحله من الخوف الخوف والحرص بتفاصيل كلش قويه. فاليوم هم ياخذ بنته من البيت للمدرسه ويرجعها للبيت، بعدين هو حتى ذا انه هي تكبر تدخل كليه يبقى هو يوديها ويجيبها لانه مرات يخاف عليها. اكو شغله مرات انه مو هو ما يثق ببنته انه ما ينطيها موبايل، وانما ما يثق بالاخرين ممكن الارقام العشوائيه اللي يدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض النفوس الضعيف. هذا الشيء يخلي بعض المجتمعات اللي موجوده بالعراق او حتى الدول العربيه مو بس بالعراق انه ممكن ما ينطون لبناتهم جهاز موبايل او يسوون لهم حساب من على المواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. فناخذ اتصال اخر. علي. الو السلام عليكم. حياك الله علي، شلونك؟ وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه. انا اسلم عليكم على كادر قناه الرشيد. كادر قناه الرشيد كله يسلم عليك. استاذ انا عندي مناشده بخصوص اسولف لك حرقه قلبي استاذ. سولف حرقه قلبك، لك الجو. اي والله استاذ انا بخصوص التحميل، بخصوص تحميل استاذ، مناشدتي للتربيه. اي الله يعطيك العافيه، ناشد. رحم الله والديك استاذ، قبل فتره حيدر الفاروق يقول انا ما انطي اربع دروس، خاف ابو الخمسه يطالب الخمسه، ابو السته يطالب السته، ابو السبعه يطالب السته. استاذ احنا العراق كله واقع باربع دروس، يا ما حد جاي طالب بخمسه، كله جاي طالب باربعه استاذ. أيه. وانا هم اريد اقرا، وانا هم ما ضل وقت استاذ، والله ما ضل وقت. خلت اريد اعرف ينطون لو لا. زين هسه انت هسه ان شاء الله يسمعوك، احنا دائما احنا نقول بالجهات الحكوميه اكو فرق رصد لكل القنوات الفضائيه. تسوي لنا حلقه يا التربيه واطرح موضوع ان شاء الله بالخدمه. ما احصلكم اني ان شاء الله ان شاء الله بالخدمه. اي والله استاذ، اي والله رحم الله والديك استاذ. ان شاء الله، زين وصل مناشدتك هسه حاليا الى وزاره التربيه. بس الله يعطينا اربع دروس استاذ، بس الله يعطينا اربع دروس تحميل، واحنا ما احنا 40 طالب استاذ. بس يعني انتم تريدون اربع دروس تحميل مو؟ نعم استاذ، فتوى وصل مناشدنا، اطلب من رئيس الوزراء، اطلب من مجلس النواب، اطلب من كل عنده يعني غير حالي انا. علي شكرا لك ولاتصالك، ان شاء الله وصلت مناشدتك واكيد توصل لوزاره التربيه انه يعنون الطلاب بهاي الفتره بالتحديد لان الوضعيه صعبه. احنا اليوم ان شاء الله بدنا نواكب كل الاحداث، نحاول نوصل صوتكم، نحاول نفتح فقره ليش من خلال قناه رشيد وبرنامج يوم جديد، حتى دائما نقول انه هذا البرنامج لكم وحتى يوصل صوتكم ومعاناتكم. المعاناه هوايه مو بس بخصوص وزاره التعليم العالي ولا وزاره التربيه وباقي المراحل الاخرى يعني. ويانا اتصال ابو مقتدى من النجف الاشرف. صباح الخير يا ابو مقتدى. صباح الخير. هلا صباح الخير محمود. صباح الخيرات ابو مقتدى. مبدعين. الله يعطيك العافيه. لك تسلم. ربي يحفظكم اخت هاله. يعني ما اقدر عليكم. اكيد احنا مع كل اسف احنا اليوم مو بس وزاره التعليم، خل محمود يسمعني. نعم. اليوم تقوم بامتحانات الواجب كدولة اليوم، هالة كمحمود أبو مقتدى اليوم نحث على الامتحانات على تباعد، نحث يعني لا نضيع سنة حراماتي شيء، لا نخلي التلاميذ يعني. أمس عندي ابن أخوي قال بعد أنا سيحت الصبرة والحمرة، قلت له شلون؟ قال بعد حتى ما لي واحد في الامتحانات، ما لي واحد في المدرسة. فعلى الدولة على وزارة التعليم أن تشوف حل جدي ننقذ التلاميذ من هذا الشيء. الشغله الثانيه اخت هاله، اكو موضوع شيء وانتم لازم تحبون هذا الموضوع، حبيت اتصرف لكم. نعم. مع كل اسف حكينا بموضوع وزاره التعليم به الكفايه. مع كل اسف احنا اليوم كشعبنا اليوم احنا شو وصلتنا اليوم، ما وصلنا السيد مقتدى صدر الله يحفظه، لا للرعب لا للاشاعات الكاذبه يا اخت هاله، خلينا نسمع عن الشعب. نعم. احنا اليوم اذا اطب الشارع اطب بين العائله، والله اليوم موت وكورونا راح تصير رعب، اخلي اطمئنان بين عوائلنا وبين شعبنا. مره قدمت شكوى وزلمه من الندب قدم شكوى، قال بالله الكريم المريه قال خلي الشعب يسمعني، احنا لن ننطي اليوم اذا مو كورونا ونسجل كورونا ونخلي الشعب يدخل برعب. مريا قالت بنتي والله العظيم بيها زايده وتوفت كدكتور اخطب عمليه هيك، فطلب عليها الدكتور قال هاي بكورونا. فيا اخت هاله خلي الشعب يسمع لوزاره الصحه، لا تنطي ارقام قياسيه ويخلي الشعب ما يامن بها بعد، نسيه الحمراء والصفراء. وهاي رسالتي لان وضحت لكم، لان خلي الشعب ووزاره الصحه
تنطي جد بجد يا اخت هاله وخل محمود يسمعني. نعم. واتمنى لكم الصحه والعافيه يا رب. الصحه والسلامه للجميع، ولك اكيد وتحياتنا لحضرتك ولكل عائلتك. طبعا شكرا لك، واكيد احنا هم نحاول من ما يصير هذا الرعب بين المواطنين، لانه بالتالي اليوم مجرد ما احنا دائما، انا اعيد على هذا الموضوع، مجرد ما انت تاخذ الاجراءات الوقائيه راح تكون انت حامي نفسك واهلك وكل عائلتك. وما اريد اني اطلع من اطار موضوع وزاره التعليم العالي، موضوع الانترنت وسبب ردود افعال ممكن بعض الاهالي اللي هو ممكن سوء استخدام الانترنت، بالتالي الاب او الام من يشوفون الناس شلون تستخدم الانترنت بطريقه كلش خطا وطريقه كلش ما تناسب العادات والتقاليد والمجتمع وحتى ما تناسب العقول الواعيه. اليوم من هو مجرد ما انه هو مثل ما ذكر المتصل اللي كان ويانا قبل شويه انه صوره بحفله عائليه بمناسبه عائليه تنتشر يستغلوها، فبالتالي هنا العالم والناس والاهالي يصير عندها رده فعل انه هو بسبب سوء الانترنت استخدام الانترنت. يتخيل انه اذا بنته او ابنه صار عندهم انترنت ودخلوا العالم مواقع التواصل الاجتماعي ممكن راح ينجرفون وراح يروحون لهذا الاتجاه، ممكن يضيع مستقبل عائله كامله بالضبط بسبب هذا الموضوع الضعيفة. لكن احنا نرجع لمتصلين حتى نعطيهم وقت اكبر. ويانا محمد من بغداد، وحياك الله يا محمد. الظاهر انه انقطع الاتصال. اذا السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ تحياتي لك استاذ محمود. تحياتنا لك يا غالي. جميع الكادر. الله يعطيك العافيه. محمد، اليوم موضوعنا لهذا اليوم مع موضوع التعليم الالكتروني، واكو بعض المناطق انه ما يوصلها انترنت، اكو بعض المناطق ما يوصلها اتصالات، شلون راح تمتحن بهاي الازمه؟ واكو بعض اللي احنا نقول الاطباع اللي عندنا كعراقيين انه بعض المجتمعات ما تتقبل تدز صوره بتها بمعامله، يعني احنا نعرف شلون راح ترفع صورتها على الانترنت، هذا للبعض وليس الكل. استاذ محمود، يعني التعليم الالكتروني انا اشوفه برايي فاشل. مو كل هو اذا تسمح لي، هو الموضوع ناجح لكن مو ناجح 100% بالعراق، يعني ممكن 40% يخدم بعض الناس اللي موجودين بالعراق، لكن اغلب مجتمعنا. شنو وجهه نظرك؟ شنو وجهه نظرك؟ وضح لنا اياها. ليش اقول لك فاشل استاذ؟ لان اول شيء جوده النت بالعراق عاليه ما عندك. احسنت. نعم. هذا الشيء يحتاج نت قوي. نعم. الحكومه قاعده توفر لك اي يعني وسيله انه تقوي النت او تقلل من سعر النت، حتى زين اكو عوائل فقيره ما عندها صحيح. يعني من تجيب؟ شلون تدرس؟ اذا هو مخلص يعني مراحل واصل هيش مرحله ودي يكمل بتعب وهاي. انت تعرف ناس ما عندهم فلوس مال اشتراك مال انترنت؟ والله يعني ما يعني اكو عوالي من هنا ما عندهم، انا عندي ابن عمي هسه يدرس على النت. يعني قاعد يقول لي حيل قاعد اعاني من مساله الدراسه. شنو معاناه ابن عمك؟ يعني النت ضعيف، ساعه يقوى 10 ساعات ماكو. هي هاي المساله بالامتحانات الجايه شلون؟ زين اللي عندها بنات، اكو عوالي تخاف على بناتها، تقول لك هاي الدنيا تخوف، ما يعرف ياخذون صورتها ينشرون صورتها. صح. زين في الحاله شلون؟ تقدر الحكومه توفر غير طريقه. خلي الامتحان عندك غير طريقه؟ في اكو غير طريقه مثلا الامتحان ترجعه بس تباعد اجتماعي. احسنت. التزام طبي بهالحاله تقدر تساعد. يعني هذا القطيع دارس وتعبان واصل اخر مرحله. يعني تصور انا ابن عمي صديقه كليه طب يدرس عنت، يقول لي اقسم لي على القران انت مدغش، يعني شلون حل؟ ماكو شيء منطق ترى. ما اعرف شلون قاعد يتصرفون ويا الطالب، ما اعرف. يعني اليوم حضرتك مواطن لا من خلية الأزمة ولا من الجهات المعنية أو المختصة بهذا الموضوع، وأنت انطيت حلول ممكن حل حقيقي. صح. ممكن يفيدنا وممكن يخلي هواي طلاب يجتازون هاي المرحلة. العفو السالة، يعني الحكومة ما أعرف، أنا أتصور برأيي. نعم. أن الحكومة قاعد تأخذ الشعب تريد دمره نهائيا، خافوا السم الدمور من كل شيء، هي بغت بس الدراسة عندنا يجوز. والله يا محمد هاي بعد مسألة ضمير عذرا، يعني فاحنا نشكرك. والله لا اكو ضمير استاذ محمود، لا اكو ضمير فعلا عند الحكومة ولا الشعب، ما يوصل ايش مرحلة. احنا نتمنى يسمعون اقتراحك. الطالب تعب كله تعبت. نعم، نتمنى يسمعون اقتراحك اللي هو الحل المثالي طبعا لهذه الأزمة. شكرا لك وشكرا لتواصلك ويانا. احنا نقول ممنون قلتنا بالعراق على هاي الفكرة الجميلة. التباعد الاجتماعي هو حل امثل لبعض المجتمعات العراقيه اللي ما تقبل تبع صوره بنتها، لبعض اللي سوء خدمه الانترنت اللي موجوده بالعراق. فالتباعد الاجتماعي من خلال الامتحانات اللي هو يتخذون الاجراءات الوقائيه، تطهير القاعات وتعقيمها،
نفس الوقت مسافة المحددة اللي هو متر أو أكثر ما بين كل طالب طالب، لبس الكمامات والوقايات والكفوف. طبعا ايضا انه اكو هاي الجايات الشغلات الجديده الواقيات ما نحب نحكي عنها حتى لا اقول لك دا يروج، بس العالم كلها تعرفها اللي بالسوق اللي موجوده. كثير من الامور اللي ممكن اتخذها اجراءات بديله. بعض الدول رجعت السياحه بلدها بس عن طريق التباعد الاجتماعي، بعض الدول رجعت الاسواق وفتحت الحظر عن طريق التباعد الاجتماعي، بس احنا اليوم ما جايين نحاول انه ناسس امتحانات حقيقيه لمستقبل جيل الغد والناس اللي راح يقودون هذا البلد بالمستقبل. وانا ما احنا راح نخسر كفاءات، راح نخسر عقول مستقبليه، احنا راح نخسر كثير. اكبر خساره بتاريخ العراق انه هذا الجيل كل سنه يتخرج يطلع جيل يخدم هذا هذه البشريه اللي موجوده بهذا البلد. يعني احنا اذا ما دعمنا هاي العقول، مثل ما خسرنا بعض العقول قد ما صارت عليه الاحداث وهاجروا، من اليوم راح نخسر بعض هاي العقول اللي هي ما راح تنجح وترسب وتأيس وتبقى، وخاصة النساء. احنا نحكي الشباب ممكن يكملون السنة اللي بعدها، بس البنية إذا قعدت بالبيت ورسبت سنة أكو بعض العوائل يقولوا ما دام رسبتي قعدي، ويضيع مستقبلها، وربما أنه هاي المرأة تسوي إنجاز مستقبلا للبلد يا هالة. أكيد 100%. ويانا اتصال، ويانا فاطمة من الديوانية. صباح الخير يا فاطمة. صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا. شلونك حالك؟ الله يسلمك ويخليك حبيبتي. شلونك محمود؟ الله يعطيك العافيه يا فاطمه، منورتينا. كلكم شلونكم؟ يا رب يسعدكم ويهنيكم. الله شكراً يسلمك التواصل يا رب ويانا. بالصحة والسلامة للجميع. على قد ما ساعديننا وفرحينا. نعم؟ الله يفرحكم دوم. حبيبتي شكرا لك، تسلمين تسلمين، شكرا لك. فاطمة، اليوم احنا موضوعنا عن وزارة التعليم العالي، وليش لحد الآن ما لقيت حل ثاني غير نظام التعليم الإلكتروني؟ لأنه هواي عوائل فقدنا الاتصال. نتمنى تحاول تتصل بنا مرة ثانية. أكيد. إن شاء الله منتظريها إن شاء الله. فإن شاء الله تعود الاتصال، وإن شاء الله يا رب يلقون حل، لأنه اليوم احنا أصلا هاي السنة من بدايتها من موضوع الثورة، بعدها بالضبط بعدها اعتصام الطلاب، بعدها اللي صار هذا الفيروس وهذا الوباء وهذه الجائحة اللي يعني غطت العالم كله. فاليوم يعني حرام الطالب تروح عليه سنة، يعني اكو طالب يغيب، خاصة احنا عندنا طلاب، يعني انا اعرف شخصيا نماذج اذا يروح عليها يوم دوام او يروح عليه يوم دوام تنتهي حياته. صح. يحس بنقص، يحس نفسه ما مستقر، لان هو طالب مجتهد ومجد وحاب يوصل للطموح اللي هو يريده. فاليوم من تروح عليهم سنة كاملة بسبب انه ماكو حلول ثانية غير نظام التعليم الالكتروني، ونظام التعليم الالكتروني دي يلاقون صعوبة بتطبيقه 100%. احنا ما نقول احنا ما نقول انه هو نظام فاشل، هو نظام ناجح 100%، بس اذا كان متوفر كل الامور ويطابق مختلف طبقات المجتمع ممكن يوافق عليه. مثل ما ذكرنا اكو عادات وتقاليد ترفض التعليم الالكتروني او التواصل الالكتروني بصورة عامة. اكو بعض السوء بخدمات الانترنت، انه احنا لحد الان على 3G يمكن حسب ما اعتقد. صح. ما مصف وصلنا للشبكات المتطوره حالنا حال باقي البلدان. الموضوع ما بي انه احنا اليوم اكو عوائل، خلينا ننبهكم على الموضوع، تصرف على بناتها واولادها ويتداينون حتى سنه بسنه ينجحون على امل انه هذا اول ما يتخرج يتعين ويصرف عليه وعلى بيته. زين هذا اذا هاي السنه كلها دا يتداين كان، والسنه اللي قبلها واللي قبلها. زين احنا اليوم اذا رسب هاي السنه ربما انه يضطر انه يترك دراسته. خلينا ناخذ فاطمه من النجف. صباح الخير يا فاطمه. حياك الله يا فاطمه. صباح النور، حبيبتي حالك شلونك؟ اهلا وسهلا بيك حبيبتي، شلونك؟ محمود عيني شلونك؟ كلكم شلونكم؟ الله يعطيك العافيه فاطمه، نورتينا. والله على مود موضوعكم انا يعني مو بالجامعات بس. نعم. اخواني اثنين. نعم. انا بالثالث. اخوانك اثنين؟ اي اي سمعت، اخوانك اثنين بالثالث يعني بكالوريا. يعني شنو؟ يعني بكالوريا. اي بس ابي اعرف ما درجات نص السنه احنا ما فاهمين كل المواد. يعني احنا للامانه لحد الان ما نعرف الاتجاهات الصحيحه 100% اللي او الاوامر اللي ينطوها والقرارات اللي ينطوها وزاره التربيه. فيعني ان شاء الله بالحلقات الجايه راح ناخذ موضوع وزاره التربيه تحديدا. يعني نعم. انا عندي اثنين اخواني، واحد هندسه وواحد اداره اقتصاد. نعم. فالانترنت عن حل ضعيف. انه يعني الفيديو ما يقدر يحملها انه شوي يدرس، يعني حل الانترنت ضعيف والاشتراك شهري غالي.
صح 100%. يعني هم اثنيناتهم طلاب ودا يدرسون على نظام التعليم الالكتروني، بس ما دا يقدرون يدرسون صح 100%، وحتى ممكن يصير عندهم خوف، ممكن يصير عندهم خوف من نسبه النجاح بسبب ضعف الانترنت. اي لان صحيح حيل. زين الجامعات مالتهم ما وفرت لهم مثلا فد خيارات معينه حتى يقدرون يتجاوزون هاي المرحله ويقدرون يدرسون بالشكل الصح؟ والله انا لحد الان ما كويس خراب. يعني من طوعي القرار. يعني العلم كله هالكتون اونلاين بالبيت. اونلاين بالبيت بس. ايوه شكرا حق صار الزحمه. شكرا لك وشكرا لاتصالك. اذا ناخذ اتصال لاخر من قاسم من واسط، وحياك الله يا قاسم. حياك الله، صباح الخير. صباحك الله بالخير، الله يسلمك، شلونك؟ شلونكم اخوي شلونكم؟ الله يعطيكم العافية. طالب دراسات عليا. ايوه هلا. خارج العراق. نعم. اخوي مشاكلنا مو بس الانترنت. يا ريت نسمع منك والله. ايه مشكلة الكهرباء، انا الباحث كانت عندي محاضرة. صح. الكهرباء تدري يمكن الدكتور ثلاث مرات من قطع هذا التيار الكهربائي. نعم. هذا سبب لي مشكلة، يمكن انا ويا الدكتور متواصل من الساعة 10 لحد الساعة 3 الظهر. وراح عليك في جزء من المحاضرة يعني. اي والله اكتب لي دكتور. دكتور احنا بالعراق. قال ايه سامعين باخباركم، كهرباء تطفي. يمكن المحاضرة جريناها من 10 لحد 3 الظهر والله. نعم. زين احنا اكو مقترح. بخصوص الانترنت اساني تابعت برنامجكم. نعم. من خلال قناتكم. هي لك الجو. باقي القنوات. تفضل. تقلل اكو شبابنا يقللون استخدام الانترنت. يعني انت جاي تشوف الشباب على اقل موضوع تلقى الفيس محترق دايم وقاعد. نعم. على موضوع بسيط وتافه. صحيح. مناشده من خلالكم، من خلال قناتكم، باقي القنوات. تهيب شبابنا، تهيب مجتمعنا العراقي. نعم. وبالذات بهذه الفتره امتحانات، عندنا فاينل مقبل، امتحانات فاينل بالسابع. فان شاء الله اريد قناتكم باقي القنوات احنا بالخدمه دائما ان شاء الله. قاسم استخدام الانترنت. قاسم الموضوع ما بي انا وياك اضم صوتي لصوتك بهاي الفكره، لكن احنا اذا نجي ونقلل استخدام الانترنت هم اكو بعض الناس راح يقول لك مثلا انه انا قاعد بالبيت وحضر منعت جوال وقاعد. صحيح. ما عنده متنفس غير بس الانترنت. والمشكلة اليوم مو مشكلة المواطن العراقي، مشكلة انه ما اكو تخطيط بالموضوع يا قاسم. انت طالب وانت تعرف. نعم. انا اسمي باسم، اولا اسمي باسم. نعم على راسي. نعم باسم اسمي استاذ. لا مو قصدي يعني هي هاي موضوع هو بعد احنا مجانين به. نعم. كان انا رايي لا خطأ، انه لازم يصير موضوع هذا الغرق اللي هو رايك صح. احنا وياك ماكو حل ثاني. شنو الحل الثاني اللي برايك انت يكون بامتحان التباعد الاجتماعي مثلا؟ مو اي ماكو حل ثاني استاذ. فمناشد حضراتكم باقي القنوات انه تجيب باقي الشباب انه يقللوا زين قللوا استخدام الانترنت. انا وياك هسه عندنا مشكله ثانيه، بما انه انت اليوم ما شاء الله دراسات عليا، يعني حتى نستفاد من خبرتك ايضا، انه اكو بعض العوائل ما تقبل انه بناتها تدرس على الانترنت او ترفع صورتها لاجراء المعامله والمعلومات على الانترنت. والله تعرف يعني احنا مشكله ثانيه. انا منطقه عشائريه. اي أيوة والنعم منكم. اي والنعم منك. لا ماكو هيك موضوع بهذه الصوره. لا بس لحد الان اكو هيك عوائل. نعم. اذا مخلي بنته تدرس هي شنو المشكلة؟ شنو الضير إذا شو اشتركت بالله؟ والله يا أخي هو من مخلي بنته تدرس. عندها تواصل اجتماعي. لا مو اكو عوائل واكو عقليات واكو ناس من يخلي بنته تدرس هو يوديها لباب المدرسة وهو يرجعها وهو يوديها الكلية ويرفض استخدامها للإنترنت. وحتى صديقاتها ممكن يتواصلون وياها على تليفون والدها أساسا. بس موجودة الثقة ستي الكريمة، موجودة الثقة. الثقة بالبنت بس ممكن الثقة بالمحيط ماكو. احنا ما نعمم، احنا دا نحكي بشكل خاص عن بعض العوائل. اذا تسمعني يمكن اعطيته وزارة التعليم وباقي العالم. حتى انا كنت خارج بس من صارت هذه الازمة جيت للعراق. موجود وعفوا موجود بتفاعل قوي هذا الموضوع. صح نعم.
إذا يعني مو إحنا المسألة أنه نطلع من عقبة ندخل بعقبة أخرى يا أخي، يعني هي هاي الوضعية. إحنا مو ضد التعليم الإلكتروني، ناجح في خارج العراق أيضا، يعني أنه هو ناجح في بعض المناطق الموجودة بالعراق، لكن بعض العوائل أقول لك حتى تليفون بالبيت ما واصل لهم، أنه هذا الموبايل مثلا إحنا نقول الموبايلات الديجيتال اللي نازلة، لكن لحد الآن هاي الموبايلات القديمة أنه هي موجودة، ممكن حالتهم الفقر، ممكن هم ما عندهم الثقافه الكامله حتى يستعملون هاي الاجهزه في بعض القرى والارياف والمناطق. اسمح لي استاذ محمود، نعم اسمح لي، اليوم التليفون هو موجود بكل بيت، ما اعتقد ما موجود بكل بيت، احنا بقرى. والله يا اخي حقيقه خلي احكي لك على شغله. نعم نعم، بس هو هذا اسلم خيار استاذ، اسلم خيار، هذا الخيار لازم ننجح، هذا الخيار لازم ندعمه، ماكو حل ثاني ان شاء الله. اكو حل ثاني ان شاء الله. اذا لا اكيد طبعا حل ثاني مثلا استاذ للموضوع، ماكو حل ثاني، هذا الحل لازم ننجحه، هو الحل الامثل والاصح قليله حتى ننجح الموضوع. شكرا لك وشكرا لاتصالك. ما اتوقع انه الناس ضمن هاي الازمه راح تلتزم بالانترنت. انا اضم صوتي لصوتك، قرارك كلش حلو وجميل، ممكن المساعده حلوه. لا مستحيل مستحيل يلتزمون بهذا الموضوع، مو اليوم يعني. اليوم الـ 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 يعني ربة البيت الام من تريد تروح تكمل لها شغله، تنظف، تطبخ، تنطي، اذا عندها طفل تنطي تليفون، تفتح لي بالضبط تفتح لي يوتيوب. هاي يعني موضوع تقليل الانترنت هذا من الاشياء اللي مستحيله، خاصه احنا بايام حظر وحجر، فما عندهم وسيله ترفيه وتنفيه غير بس الانترنت. هاي النقطه الاولى. اما بالنسبه للنقطه الثانيه، احنا مو ضد التعليم الالكتروني ولا احنا مع 100% موضوع يعني 100% موضوع التباعد الامتحانات على ارض الواقع، احنا ما نريد تلامس اصلا، نريد نخلص من هاي الازمه. هي بيها تفاصيل ثانيه، ممكن صح. الاب او مثلا الاهالي هم يودون بنتهم، هم يودون ابنهم، فبالتالي هنا راح العالم كلها تطلع. احنا لا هذه ولا هذه، احنا ممكن حل ثالث او حل بديل لهذه الحالات ممكن يوفروها، ممكن يوفرون يعني ابسط شيء منصات، ممكن يوفرون منصات، هذه المنصات بدون انترنت، هاي ابسط شيء ممكن تكون سهولة يعني التواصل. الحلول هواية، احنا باختصر الكلام الحلول هواية، هاي بعد هم يعرفون. ويانا ناخذ اتصال من ام اديان من بغداد. ألو صباح الخير. صباح النور من دياله. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، شلونكم؟ شلونك محمود؟ شلون حالك؟ الله يعطيك العافية مديان، شرفتيني. بخصوص موضوع الدراسة الإلكترونية، أصلا بالعراق فاشلة، فأني بنتي كان عندها امتحان قبل يومين. نعم زين. صوروا والله البيت كله دخل إنذار، وهاي أول مرة يمتحنون. وورا ما ارتباكنا احنا وياها وهي متذكره وعلمة جاوبت الاسئله وبقى لها من الوقت قليل، يعني جددت الجواب، جددت الامثال من روح الجواب، قامت بعد شويه يمكن تنجلط من القهر، قالت يعني جواب واسئلته كلها راحت كلها ضعيفه، وعلمة جزينا وعلمة تاكدنا من راحة الجواب يمكن بقى من الوقت ما لها دقيقة، يعني أنا أمها يعني كان راح الموضوع عليها شوية انجلط. صحيح، لا اسم الله، بعيد الشر، الصحة والسلامة. صحيح كان راح الامتحان عليها. وضعية يعني ليش هالفشل من العراق؟ المطلوب عندنا سواه مثل كردستان، سواه حسبولهم درجة الكورس الأول ومشوها، واللي جماعة الطبية ما تطيع خلي يمتحنون الله حق. صح، مصاريف وهم تعب وهم جهد وهم ارهاق وهم مسؤوليه. صحيح 100%. التوتر يعني العائله كلها عايشين التوتر. صحيح. شلون الامتحان؟ شلون راح تجاوب؟ شلون الاخوات؟ انا قاعده واحسب لها على الوقت. ماما بقى 5 دقائق، ماما بقى 10 دقائق، يعني هم هي مكتبتها ما هي. صح، هي تكتبك اكثر، هي تكتبك حتى ما حد يجاوب. جديده. صعبة. صح 100%. وهي تجربه جديده. طبعا يا رب ان شاء الله النجاح. هاي الشبكات قطعت.
نشوف شهادة من الهوية. أنا طبعا شكرا لاتصالك ويا ربي النجاح للجميع لكل طلابنا. يعني هي تجربة جديدة المفروض على الطلاب، ما مجربيها وما فايتين بها. يعني احنا الامتحانات العادية وعلى مدار السنين كلها أنا أدخل الامتحان أرجف، هسه شلون هذا الموضوع جديد ويعني تجربة طبعا جديدة. يعني المفروض يسهلون هاي الأشياء للطلاب، يقدمون في التسهيلات في التحفيز معنوي، تجي الأسئلة سهلة، يقوون الإنترنت حتى نجتاز هذه المرحلة. لأنه أنا مثل ما ذكرت بالبداية أنه فيروس كورونا أثر على الكل، بس إن شاء الله إحنا إذا خلينا مخططات حقيقية مع دراسة لمجتمعنا ولوضعنا ولأزمتنا، أكيد ما راح يأثر علينا فيروس كورونا إذا تم الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة ضد هذا الفيروس. أكيد بعد التخطيط الجيد ودراسة مثل ما ذكرنا أهم شيء المجتمع، العادات والتقاليد والأعراف العشائرية لبعض المجتمعات اللي ما تتقبل فكرة الإنترنت، أيضا أنه احنا نراعي ظروف الكهرباء الصعبة بالبلد، أيضا نراعي ظروف سوء خدمات الإنترنت اللي موجودة بالبلد، راح نلقى الحل الأمثل لضمان مستقبل الطلاب إن شاء الله. تكون الفكرة وصلت ووصلت إلى الجهات المعنية. إذا راح نكون متواصلين وياكم حبايبنا الكرام، احنا شكرا لكل من اتصل بينا وشكرا لكل من ناشد، وإن شاء الله نشكر إذا كان أكو استجابة لمستقبل الطلاب من قبل الجهات المعنية. تحياتنا لوزارة التعليم العالي اللي هي اقترحت موضوع التعليم الإلكتروني، لكن هو الحل مو المثالي 100%. إن شاء الله تراجعون نفسكم بهذا القرار. إذا متواصلين وياكم بقى برنامج يوم جديد، لكن بعد هذا الفاصل.